فاحنا اتكلمنا على المره اللي فاتت على الدايبيتس، بس في حته ما قلناهاش اللي هي البرسيلا وايت كلاسيفيكيشن. تهيألي قريتوها اللي هي الوايت كلاسيفيكيشن، هي اكشولي بتهم بتوع البطن اكتر عن النساء، بس سو لونج انها موجوده في الكتاب نقولها لكم بالرغم ان هو ما بيتسالش فيها خالص. هتلاقوا البرسيلا وايت كلاسيفيكيشن كده متقسمه A B C D E F وبعدين R. ال A دي اللي هي كيميكال دايابيتس، خلاص كيميكال دايابيتس اللي هي اتس فاوند باي، يعني مفيش هيستوري اوف دايابيتس، فدي اللي احنا بنقول عليها ممكن تبقى الجستيشنال دايابيتس، لان هي دي اللي كيميكال اتس نوت اوفرت، هي مش داخله لها في الحمل وهي شي از نون تو بي دايابيتس. فا اي دي اللي هي الجستيشنال دايابيتس، وبتنقسم ل اي 1 واي 2 سواء كانت محتاجه انسولين او مش محتاجه انسولين. يعني لو هي اقل الجلوكوز بتاعها اقل من 200 هتبقى مش محتاجه انسولين، لو الجلوكوز بتاعها اكتر من 200 هتبقى محتاجه انسولين. فدي اللي هي ايه اللي هي شي واز نوت نون تو بي دايابيتك، وهي حامل اللي جالها جستيشنال دايابيتس، فدي هنقول عليها في الكلاسيفيكيشن كلاس اي. وطبعا كلاس اي دي لان هي مور مايلد، كل ما ننتقل في الكلاسز كل ما هتبقى مور سيفير. دي كلاس اي. كلاس بي واحده جات لها دايابيتس وهي عندها 20 سنه فما فوق، كويس، والديوريشن اوف دايابيتس يعني هي شيز دايابيتك شيز نون تو بي دايابيتك فور اقل من 10 سنين. فهي جات لها وهي عندها اكتر من 20 سنه، يعني سنها كان عندها 20 سنه فما فوق وبقى لها دايابيتك اقل من 10 سنين، بقى لها دايابيتك مثلا سنه سنتين ثلاثه حاجه زي كده. فده بالنسبه لل مش شغال صح، ما بقاش شغال. اوكي، فده بالنسبه لي اللي هي البي كلاس بي. طب امال كلاس دي هي ايه؟ جات لها كلاس دي، انا نطيت سي. كلاس دي هي ايه؟ جات لها دايابيتس وهي سنها اقل من 10 سنين، بس يعني عندها حاجه اقل من 10 سنين وديوريشن اوف بينج دايابيتك اكتر من 20 سنه. فكده هي شيز اكسبوز تو دايابيتس فور ا لونجر بيريد ولا شورت بيريد؟ لونجر بيريد. طب امال سي؟ سي بقى ان بتوين، يعني جات لها دايابيتس وهي ما بين 10 ل 19 سنه، وهي الديوريشن اوف اكسبوجر تو دايابيتس من 10 برده ل 19 سنه. فهي السي ان بتوين بي اند دي، عشان كده قلت لكم دي الاول وبعدين سي. يبقى كلاس اي دي جستيشن دايابيتس شيز نوت نون تو بي دايابيتس. كلاس بي هي جات لها دايابيتس وهي عندها اكتر من 20 سنه والديوريشن اوف دايابيتس بقى له اقل من 10 سنين. كلاس دي جات لها دايابيتس وهي صغيره قوي اقل من 10 سنين والديوريشن اوف دايابيتس بقى لها كتير قوي اكتر من 20 سنه. كلاس سي هي ان بتوين، جات لها وهي عندها من 10 ل 19 سنه والديوريشن اوف دايابيتس برده من 10 ل 19 سنه. طيب كلاس اي دي في كمان انجيوباثي، يعني في افكشن للفالفيك فاسكس. فاحنا قلنا دايابيتس دي جلوكوزوريا هايبر جلاسيميا جلوكوزوريا ومايكرو انجيوباثي، فلو عندها مايكرو انجيوباثي وكالسيفايد فالفيك فاسكس دي بنقول عليها كلاس اي. طيب امال كلاس اف؟ نيفروباثي كيدني افكشن، خلاص. كلاس ار ريتينوباثي، خلاص. فده بالنسبه للفاريسيلا وايت كلاسيفيكيشن او الوايت كلاسيفيكيشن فور دايابيتس، بيبين لك السيفيريتي اوف دايابيتس. طبعا كلاس اي دي اقلهم لان دي جيستيشنال، وطبعا اللي تحت دول ده عندها نيفروباثي او رينال افكشن او ريتينوباثي وريتينال افكشن، فدول سيفير كيسز. وايفن حتى لو عندنا كلاس اي اللي هي افكشن اوف الفاسلز، والكلاسز اللي في النص دي ديوريشن اوف دايابيتس قد ايه وهي شي از دايابيتك فور هاو لونج، لكن من غير افكشن اوف الاورجنز او المايكرو انجرز. فدي بالنسبه للبرسيلا وايت كلاسيفيكيشن، اكشلي ما بتسالش فيها كتير قوي في النساء، ما تسالش فيها قبل كده، بس خلاص طالما موجوده في الكتاب فدينا قلنا. في اي سؤال في الوايت كلاسيفيكيشن؟ طيب نبتدي بقى اللي هي الحاجات اللي هي فاضله لنا، كويس، في الميديكال ديز اوردرز اللي هي انيميا وثرومبو امبوليزم، بقيه الحاجات اللي احنا كاتبينها على البورد. انيميا باي فار ذا كومنست ميديكال ديز اوردر during pregnancy هو انيميا. كومنست يعني يمكن نص الستات الحوامل هيبقى عندهم انيميا. في فيزيولوجيكال انيميا، يعني دي من ضمن فيزيولوجيكال تشينج during pregnancy و this is not pathological، بمعنى ان هو لو سالك مثلا the commonest cause of انيميا يعني كباثولوجيكال انيميا هتبقى بالنسبه لنا الايرون ديفيشنسي انيميا. ليه؟ طب ما هو برضو الفيزيولوجيكال انيميا دي المفروض انها مستمر، لان بصوا الديفينيشن بتاعتنا ايه، بيقول لك الهيموجلوبين ليفل اقل من 11 جرام. هو نورمالي لينا احنا كده الهيموجلوبين ليفل 11؟ لا، اكتر من كده. فاحنا وي انكلودد في الديفينيشن الفيزيولوجيكال انيميا، اوكي، اتس
اوريدي في في الديفينيشن. فنقول الديفينيشن بتاعتنا لو الهيموجلوبين كان اقل من 11 جرام بيرسنت, وساعات بنقول 10.5. امتى 10.5؟ 10.5 ده في السكند ترايمستر, لان في السكند ترايمستر هو الماكسيمم دايليوشن انيميا اللي بتحصل, فاكسبتبل لحد 10.5 جرام بيرسنت. فده بالنسبه للديفينيشن بتاعتنا, يعني امتى نقول ان السيس دي شيز اناميك. لو قلت عن, مش قلت عن 12 و12.5 زي النورمال فيميل بوبيليشن, لان هو الطبيعي ان هم كلهم طالما ان هي حملت يبقى هتقل عن 12 او 12.5, لان كلهم عندهم فيزيولوجيكال انيميا. ده عادي لان البلازما فوليوم كويس بيبقى بيزيد اكتر من الزياده في الار بي سيز. فطالما زاد البلازما الميه اكتر من الار بي سيز, فبالتالي بقى عندها حاجه اسمها دايليوشنال انيميا, دايليوشنال انيميا او فيزيولوجيكال انيميا. فده عادي لكل الستات. طب امال احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الباثولوجيكال انيميا اللي هي مش الفيزيولوجيكال بتاعه الحمل, حاجه باثولوجيكال. يعني ايه؟ يعني انه قل عن ال11 او ال10.5 عشان احنا بي انكلودد اوريدي الفيزيولوجيكال انيميا معانا, والا كنا قلنا اقل من 12 او 12.5 وكده قلنا نمبر 1 الفيزيولوجيكال انيميا خلاص. فهو الطبيعي كلهم عندهم دايليوشنال انيميا او فيزيولوجيكال انيميا. ليه؟ عشان الزياده في البلازما فوليوم از مور ذان الزياده في الار بي سيز فوليوم, فبالتالي بقى عندنا حاجه اسمها دايليوشنال انيميا او فيزيولوجيكال انيميا لكل البريجننت فيميلز. طب امال ايه الباثولوجيكال؟ الباثولوجيكال بقى باي فار هي نيوتريشنال او ايرون ديفيشنسي انيميا. انهي نيوتريشنال؟ اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا. عشان كده لما تجي لنا واحده ست تلاقي الهيموجلوبين بتاعها اقل من 10.5 او اقل من 10 وكده, على طول بنزود في الايرون سبلمنتيشن من غير ما نروح بقى ان احنا نشوف ايه انهي تايب اوف انيميا اللي هي فيها, لان احنا عارفين باي فار ان هو الكومن تايب اوف انيميا ديورينج بريجننسي بتبقى نيوتريشنال انيميا ديو تو ايرون ديفيشنسي, فاللي هي بنقول عليها ايرون ديفيشنسي انيميا. فلو نيجي نتكلم على الايتيولوجي بتاعنا, انا كتبت بس الفيزيولوجيكال عشان نبقى عارفين في حاجه اسمها فيزيولوجيكال او دايليوشنال انيميا. سو هنبتدي بالايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي نيوتريشنال انيميا. فده بيبقى عندها ديكريز في السبلمنتيشن اوف ايرون, سواء كان في الدايت او بالنسبه للسبلمنتيشن. هو احنا امتى بندي سبلمنتيشن للايرون ديورينج بريجننسي؟ سكند ترامستر بالظبط. امال فيرست ترامستر بندي فوليك اسيد بس, ما بنديش الفوليك اسيد في الفيرست ترامستر حتى لو هي عندها انيميا, حتى لو اول ما عامل ما انا بعمل لها بوكينج لابس. البوكينج لابس دي بيبقى فيها سي بي سي كويس, فلو لقيت السي بي سي فيه الهيموجلوبين بتاعها 9 هديها ايرون تايب ولا ما اديهاش ايرون؟ دي امتى؟ يعني هي جات لي في البوكينج اللي هو في الفيرست ترايمستر, يعني مدام مبروك انت حامل ما جات لهاش البيريد, فجت لقيناها انها حامل, عملت البوكينج انفستيجيشن اللي هو من ضمنهم سي بي سي طبعا وبلاد جروب والكلام ده, لقينا الهيموجلوبين بتاعها 9. اديها حديد ولا ما اديهاش؟ لا ما اديهاش, ما بنديش بقى اول نقول لها بقى انها تاخد في بالنسبه للدايت والكلام ده, لكن ما بنديش لان مش عارفين الايفكت اوف ايرن على البيبي ايه في الفيرست ترامستر, يعني هل تراتاجينك مش تراتاجينك. فما بنديش ولا ايرن ولا كالسيوم ولا مالتي فيتامين, هو بس الوحيد اللي بنديه هو الفوليك اسيد. من السكند ترامستر هو اللي بتدي اعمل لها سبلمنتيشن وادي لها بقى ايرون وكده, لكن اقول لها على الدايت, الدايت ان هو يبقى فيه ايرون, يعني الحاجات اللي هي فيها ايرون اقول لها تاكلها, وفي نفس الوقت تبعد عن الفايبرز والحاجات اللي هي ممكن والتيل تانيك اسيد وكده, لان ده بريفنت الابزوربشن بتاع الايرون. فالدايت از فيري امبورتنت, يعني ما تاخدوش ان هو ايه ده دايت, لا الدايت يعني احسن وبيعلي الايرون يمكن اكتر من الايرون سبلمنتيشن. فلا تستهونوا بكلمه لما نقول دايت في الدايت كنترول بالنسبه للدايبيتس او بالنسبه للهايبرتنشن هي ديكريز سولت انتاك, او بالنسبه للايرون ديفيشنسي انيميا ان هي تاخد حديد وكده. في ايه الابزوربشن بتاعه في الدايت احسن الابزوربشن, وبعدين تقدر تاخد اي كميه هي عايزاها. لكن لما نيجي ناخد للسبلمنتيشن اللي هو الاورال ده, قال طبعا بيعمل جاسترايتس وايريتيشن, فبتبقى انت محدود في الكميه اللي انت بتديها لها ومش كلها بيحصل له ابزوربشن وهي بتستفيد بيها. بالافكت على البيبي؟ لا الناتشرال غير السنسيتك, اي ناتشرال حاجه بناخدها غير السنسيتك, فيعني عشان كده الايفكت بتاع الناتشرال ايرون غير الايفكت بتاع السنتاتيك ايرون اللي احنا مدينه في تابلتس وكبسولات, ده لازم يبقى محطوط عليه سولت وكده, يا ايرون في مريه جلوكونيت بتاع, يعني لازم يبقى فيه سولت وفيه سنتاتيك ماتيريال موجوده فيها. اوكي, فده بالنسبه لفكره الايرون ويعني ايه ايرون ديفيشنسي انيميا. طب ايه تاني تايبس اوف انيميا تعرفوها؟ يعني ممكن تبقى ايه تاني؟ يعني كاتبه ده وده, لان باي فار فيزيولوجيكال ده بتحصل لكل الستات ده عادي كويس, وايرون ديفيشنسي اللي هي نيوتريشنال انيميا دي الموست كومن. في اذر تايبس اوف انيميا زي ايه؟ نورمال هيموجلوبين افندم,
pernicious anemia اللي هي ايه pernicious anemia vitamin B12 megaloblastic ماشي megaloblastic anemia اللي هي بتاعه البي 12 والفوليك اسيد فهي دي ماشي اوكي ايه كمان abnormal cell abnormal ايه hemoglobin abnormal يعني abnormal skill cell anemia اوكي الهيموجلوبين لا بجد امبارح برضو اتقال شويه مع حاجات كده اول مره كنت اسمعها فاستفدنا فيها طب لا كان في حد بساله في الكوادريبلت دي هتولدها ازاي فقال لي سيزارين سكشن لانها ريلاتيف كونترا انديكيشن انها تولد فاجينا قلت له طب ايه هم الريلاتيف كونترا انديكيشن بقى والابسولوت كونترا انديكيشن ما انا ما اعرفهمش فانا محتاجه اعرف مش كده مش هو اللي بيقول ريلاتيف كونترا يعني لو كان قال لي كونترا انديكيشن تو الفاجينا تمام جدا لكن ريلاتيف كونترا انديكيشن تو الفاجينا طب خلاص انا عايز اعرف ايه هم الريلاتيف وايه هم الابسولوت مش كده ولا ايه حقي ان انا اعرفه ولا حاجه معلومه ما اعرفهاش فيعني انا قصدي فانتوا بتفتحوا فعلا مواضيع لطيفه في الامتحان الواحد بيجي طيب فايه انواع الانيميا الثانيه هيموليتيك انيميا ايوه بيحصل هيمولايسيس الار بي سيز ماشي وخدنا اكزامبلز ليها طبعا في الهيلب سيندروم وكده ممكن تبقى ابلاستيك انيميا البون مارو مش شغال فابلاستيك انيميا كويس هيمورايد سيكل سيل انيميا اللي هو كل الهيموجلوبينوباثيز اللي هو لو الشيب بتاع الار بي سيز فدي ممكن تعمل هيموليسيس كويس وممكن يبقى هيموراجيك انيميا يعني هي فقدت دم كتير كويس من هامرج ودي بنشوفها طبعا during pregnancy سواء في first trimester bleeding early pregnancy او late trimester يعني دي كلها انواع من الانيميا زي لما كنا بنقول انيميا في البوستبارتم هامرج او في الانتيبارتم هامرج بنشوف في عندها انيميا ولا لا لان لو chronic blood loss هتعمل لها هيموراجيك انيميا دي one of the types of anemia فدي انواع انيميز بس مش دول هم الموست كومن طبعا باي فار الموست كومن هو الايرن ديفيشنسي او نيوتريشنال انيميا طب ايه الكلينيكال بيكتشر يعني هتجي لك الست دي بتشتكي من ايه ها بالور طبعا بس هي مش هتشتكي من بالور انا ساين دي ساين ايزي فاتيجابيليتي ايزي فاتيجابيليتي ممكن سينكوبال اتاكس مش كده يعني هي ده اللي هي هتشتكي ممكن بالبيتيشن تحس افندم هيرلوس يعني بس ده في الاواخر بقى هتبقى هير لوس وخلي بالكم ان هو during pregnancy برده يعني قصه الهير لوس دي ممكن تبقى موجوده او اتس فاري خلاص فيعني طبعا لما تشتكي من ايزي فاتيجابيليتي سينكوبال اتاكس بلاكنينج اوت الحاجات دي كلها بتبقى سيمبتومز اوف انيميا وانت لو عملت لها اكزامينشن بقى ساينز هشوف فالور هشوف تاكيكارديا كويس لان مور اند مور هايبر دايناميك سيركيليشن كويس عشان الانيميا اللي موجوده طب بالنسبه للفيتال ويت السايز بتاع الابدومن هيبقى سمول فور جيستيشنال ايج وده هيخش فيه ان هو يعني سمول عشان هي انيميك مش ان هو اي جي ار يعني هو هيبقى كله سمول او كونستيتوشنالي سمول يا اما هي صغيره يا اما انيميك يعني ده هيبقى هو كله صغير مش هيبقى اسيماتريكال اي جي ار مثلا فيعني ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعتنا سواء سيمتومز ساينز جنرال ابدومينال طبعا مش محتاجه اعمل بي في دي ميديكال يعني دي مش شيز نوت الليبر عشان اعمل لها بي في اكزامينشن ايه الانفستيجيشنز اللي تحبوا تعملوها لها سي بي سي طبعا اكونفيرم ماي دايجنوستس وكمان اعرف هي هاو ماتش ديكريز من النورمال فاليو لان النورمال قلنا 11 جرام بيرسنت وفي السكند ريماستر اكسبتبل ل 10.5 عشان المور مور دايليشن الانيميا اللي بتحصل فانا عشان اشوف هو قد ايه الهيموجلوبين هل الهيموجلوبين لما يكون 10 غير لما يكون 7 غير لما يكون 5 غير لما يكون 3 مش كده ولا ايه فعندنا في مايل فورم اوف انيميا اللي هو لو كان من 7 ل 10 وبعدين في عندنا بقى اقل مودريت فورم وسيفير فورم كويس ودي كومبنسيتد لو هي اقل من 4 لان كل واحده من دول هبقى المانجمنت مختلف يعني انت لو هي مايل فورم اوف انيميا هتدي لها ايه تابلت اورال ايرن سبلمنتيشن طب لو هي مودريت ممكن اعلق لها اي في يا بارنترال ايرن ممكن اعلق لها بارنترال ايرن اي في وعلى فكره ده بيتعلق زي الدم بالظبط اللي هو لازم تبقى في مستشفى وبنعلقه على المحلول ولو حصل رياكشن بنوقفه وندي لها انتيستين وديكادرون ستيرويد وانتيستامينك يعني بالظبط لان ممكن يحصل منه رياكشن زي الدم البلاد ترانسفيوجن طب لو هي كانت سيفير او دي كومبنسيتد بلاد ترانسفيوجن يا اما هول بلاد يا اما باكت ار بي سيز لان هي اللي ناقصها الار بي سيز هنا فممكن ما اديلهاش الهول بلاد عشان ما ازودش بقى اللود على السيركيليشن وهي اوريدي اوفرلودد فبالتالي ممكن ان انا اديلها باكت ار بي سيز طب افرض ان هي مودريت مثلا او يعني هيموجلوبينها 7 او 7.5 8 وهي دلوقتي 36 37 اسبوع كانديديت فور انك تدي لها ايه بتدي لها اورال بارنترال ترانسفيوجن تعمل ايه هيموجلوبينها 7 وهي دلوقتي 38 اسبوع
يعني ترمينيشن على 7. ما هو ده سؤالي، ترمينيشن على 7 يعني هتدخلها لا هيجيلها بوست بارتم وهي هيموجلوبينها 7، ده هيحصل ايه كده؟ بارت ده لازم اتوميك بوست بارتم. ده انت مدخلها عارف ان هيجيلها، طبعا هيجيلها اتوميك بوست بارتم. هي ما عندهاش غير 7 جرام، يعني عندها نص الهيموجلوبين اللي المفروض انه كان يبقى موجود. هل اليوترس ده هيكونتراكت؟ اكيد مش هيكونتراكت، لان مش هيروح له دم، هيروح للبرين، هيروح للهارت، هيروح لممكن للكيدنيز، لكن مش هيروح لليوترس. فهيجيلها لازم اتوميك بوست بارتم. ايوه يعني اعمل لها ايه؟ اديلها اورال ايون؟ مش هتلحق بالظبط، فاهمين ازاي؟ فاللي هو ديبندنج برضو على الجستيشنال ايج بتاعنا. يعني لو انا لسه في السكند تريمستر طبعا انا عندي وقت ان انا اديلها اورال ايرون، لان ده بياخد مثلا شهر شهرين على بال ما يرفع الهيموجلوبين. البارنترال مثلا بياخد اسبوعين اسبوع اسبوعين على بال ما يرفع الايرون. لكن انت لو اديت لها باكت ار بي سي ده ايميديتلي انت بترفع الايرون بتاعك. فانت ديبندنج برضو على السيتويشن بتاعتك، يعني هي في اني جستيشنال ايج وانت قد ايه بسرعه عايز ترفع الهيموجلوبين بتاعها او تكوركت الانيميا اللي هي موجوده. فانت عندك الاوبشنز او التولز في ايدك، اللي هو اورال ايرون، عندك البارنترال ايرون، وعندك البلاد ترانسفيوجن وايز ريبليسمنت او سبلمنتيشن بباكت ار بي سيز او بهول بلاد. انت اللي بتختار تستخدم انهي ديبندنج على هي قد ايه السيفير فورم اوف انيميا، مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وقد ايه الجستيشنال ايج بتاعها. يعني الاثنين دول بيخشوا انتو كونسيدريشن. بمعنى ان هي لو كانت مايلد فورم اوف انيميا، يعني مثلا هيموجلوبينها 9 بس هي خلاص انا مضطره بكره اعملها الكتيف سيزاريان سكشن، بالرغم ان هيموجلوبينها 9 لكن انا مش هديلها اورال ايرون، انا هديلها باكت ار بي سيز عشان ما ادخلهاش كده. فاهمين ازاي؟ بالرغم ان هي اتس مايلد فورم اوف انيميا. طب ليه اديتلها باكت ار بي سيز؟ دي مايلد انيميا. ايوه لان هي سكيدجول بكره انها تولد مثلا سيزاريان سكشن عشان هي بلاسينتا فيديا. انتوا فاهمين ازاي بنفكر في الحالات؟ اه بنشوف طبعا هي قد ايه مايلد ولا مودريت ولا سيفير انيميا، بس ات فيري سيم تايم بتشوف هي هتولد امتى، هتقدر انها تستفيد من الايرون اللي انت بتديه لها سواء كان اورال او بارنترال، ولا مضطر انك انت تديها بلاد ترانسفيوجن. في سؤال بالنسبه للانيميا؟ هي في فيرست تريمستر ما ينفعش تاخد خالص ايرون ولا ناخد منها ايه؟ مش بنديها ايرون، لان طب قولوا لي بس احنا في الفيرست تريمستر هديها ايرون؟ طب افرض ان هو تيراتوجينيك، هو مش معروف تيراتوجينيك ولا لا؟ اصل انا قلقان على البيبي لحسن تسقط. طب ما هي يعني انا قصدي ان هي لو اولا الانيميا از نوت ا كوز اوف ابورشن، اتس نوت ا كوز اوف ابورشن، فبالتالي انا هستنى في السكند تريمستر ليه اديولها في الفيرست لحسن تولد بدري؟ ما هي لو ولدت بدري هيبقى اسمها ايه؟ دي ابورشن. فاهماني؟ حتى لو مودريت ديجري برده مش بنتيها حاجه. طب ما هي دي مودريت هي اللي ممكن تستنى، ده انت لو سيفير هي اللي ممكن اتفهم ان انت هتقولي لا البنفيت ريسك ريشيو دي سيفير انيميا مش عارف ايه. فاهماني؟ عامه لا مش بنديها، اصل اديها ليه؟ هو ليه ريسك احنا عارفينه، لكن في نفس الوقت طب ايه البنفيت؟ عشان لو البيبي نزل قبل ما هو نزل قبل الميعاد هيبقى ابورشن وهيبقى كوز ديفرنت عن الانيميا، لان انيميا از نوت كوز اوف ابورشن. فعشان كده بنعمل لها سبلمنتيشن في السكند تريمستر، بدايه من السكند تريمستر. بتوقف يعني، حتى بنقول لها دايما اي سبلمنتس وحاجات زي كده اللي هي بتاخدها بتوقفها بعد الاوفيليشن، بمعنى اول اسبوعين البيريد ممكن تاخدهم، لكن وانس حصل اوفيليشن شي از بوتنشلي بريجننت لو مش بتاخد كونتراسبشن، فتوقف لحد ما تجيلها البيريد تبتدي ان هي تاخد. اوكي طيب ده بالنسبه للانيميا والبريجننس. طب ايه بقى قصه الثرومبو امبوليزم؟ ده مهم، الموضوع ده مهم مهم حتى لو انتم مش بتستخدموه ما اعرفش ايه بتاع، بس ات از امبورتنت لان بنشوفه كتير. وبعدين ات از بريفنتيف. هو ليه اولا كلمه يعني ايه ثرومبو امبوليس؟ ده فتح كلام يعني حصل ثرومبس وممكن هذه الثرومبس كويس تعمل لنا بلمونري امبوليزم او كده. طب ليه ممكن ان هو ليه سبيسيفيكلي الدرس ده حطيناه في الستات الحوامل؟ يعني اشمعنى يعني؟ عشان بيبقى عندهم هايبر كواجولابل ستيت، زي ما قلنا ان هو البريجنسي دايبيتوجينيك، في عندهم فيزيولوجيكال انيميا برده بيبقى عندهم هايبر كواجولابل ستيت. ليه برده عندهم هايبر كواجولابل ستيت؟ فاهم؟ بس خلي بالك ده ناتشرال استروجين، يعني الاستروجين اللي موجود ده ناتشرال استروجين، المفروض ان هو بروتكتيف صح؟ مش المفروض ان هو يعمل لي اي دي في تي ولا امبولاي ولا كلام من ده، بالعكس ده بروتكتيف لانه بيزود الاتش دي ال. ليه هو هم بيبقى عندهم هايبر كواجولابل ستيت؟ ده ريسك فاكتورز، ستيزس ويوترس كبير، يعني كده المفروض ان هو من الفيرست تريمستر ما عندهمش القصه دي ولا ايه؟ بروجستيرون ده ستيزس بس، يعني هو بس قصه ستيت. ما هي دايليوشن انيميا، ما هي ماي مش كده ولا ايه؟ مش هي دايليوشن الانيميا، مش هي ميه اكتر، البلازما هو اللي اكتر. ليه عندهم هايبر كواجولابل ستيت لو حتى في ستيزس؟ ما هي في ميه. ها هي قاعده، لا في ستات بتتحرك. لا 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 يا دكاتره، ايه التشنجز اللي بتحصل في البلاد؟
كواجيليشن فاكتور بتزيد مش كده ولا ايه؟ مش فيه بلاد تشينجز اللي هو الفايبرينوجين بيزيد، فاكتور 7 و8 و9 و10 كل دول بيزيدوا مش كده ولا ايه؟ مش كل الحاجات دي بتزيد ديورينج بريجننسي؟ الكلوتينج فاكتورز كلها زادت ديورينج بريجننسي، يعني دي من ضمن الفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي اللي هو فيزيولوجيكالي عادي زي ما بيحصل فيزيولوجيكال انيميا اللي هو الار بي سيز بتزيد. خلي بالكوا الار بي سيز بتزيد، بليتلت بتزيد، بس الزياده في البلازما كان اكتر، بس السال زادت. اللي بقى اكتر من كده هو الهايبر كواجولابل كواجولابيليتي، يعني الكلوتينج فاكتور زادت فعلا، الفايبرينوجين زاد خلاص، فايبرينوجين نورمالي جيرينج بريجننسي ده بيزيد، وكمان كل الكلوتينج فاكتورز يعني اللي هي 7 و9 و10 والكلام ده كل دول بيزيدوا، فعشان كده بقى عندها هايبر كواجولابل ستيت. وقال الحاجات اللي هي انتي كلوتينج زي بروتين اس وبروتين سي، فهو ناتشرالي فيزيولوجيكالي زادت عندها الكلوتينج فاكتورز. ليه بتزيد عندها الكلوتينج فاكتورز؟ عشان تحميها من البوست بارتم هيمرج. ما طبيعي هي كلنا عارفين ان هي هتنزف يعني 500 سنتي لو هي عادي ما فيهاش اي مشكله خالص فاجينا الدليفري، او 1000 سنتي لو هي سيزارين سكشن، فطبيعي انه يزيد عندها الكلوتينج فاكتور، يعني دي حاجه كويسه فيزيولوجيكال عشان يعني البليدنج اللي هيحصل بوست بارتم. فهو كل الستات الحوامل عندهم هذه الهايبر كوجلوبس كلهم، يعني كلهم ات ريسك اوف ديفلوبينج دي بي تي. في حد ات ريسك وحد تاني نوت ات ريسك؟ لا كلهم ات ريسك. في حد ات نورمال ريسك؟ ده ان ده نورمال ريسك اللي هي زادت بس الكلوتينج فاكتورز عندها. وفي ناس اكتر ات ريسك. مين الناس اللي اكتر هيبقوا ات ريسك؟ اللي عندهم بس الايه هارت فيلير. ليفر فيلير مش حاجه سبيسيفيك للهايبر كواجولابل، دول عندهم اكسترا لودز او اكسترا ديفرنت كونديشن. لكن مين اللي هم الهايبر كواجولابل ستيت دي بتاعتهم هتبقى مور يعني ورسند او تخليها عرضه اكتر ان هي يجي لها دي بي تي؟ لان كلهم الستات عارفين ان هم عندهم هايبر كواجولابل ستيت. الاوبيز، لان ده اصلا ريسك فاكتور للدي بي تي لوحده من غير هايبر كواجولابل ستيت، فطبعا الاوبيز. مين كمان؟ الاولد والالدرلي مالتي بارا والمالتي بارا، لان المالتي بارا ريلاتيفلي هي برده اللي هتبقى اولد، فالمالتي بارا الاولد ايج الاوبيز اللي هو البي ام اي بتاعهم عالي. مين كمان؟ ها ابري كرامسي عندهم هيمو كونسنتريشن، فممكن ان هي تخلي برده هايبر كوجلابل ستيت. هايل، احنا بنشوف بس الريسك، يعني احنا عرفنا ان كلهم عندهم اتلو ريسك. يعني ايه اتلو ريسك؟ ده هيترج معايا في المانجمنت. بنصح الستات بايه؟ بنصح الستات الحوامل بايه بقى كده؟ ها موبيلايزيشن، انكريز الفلويد انتيك، مش كده ولا ايه؟ يعني بيبقى فيه شويه حاجات كده بقول لها ان هي تتحرك اكتر وان هي انكريز الفلويد انتيك اكتر وكلام من ده. دول لكل النورمال ريسك. طب امال اللي عندهم مور ريسك؟ بمعنى ان عندهم البي ام اي عالي، اللي هم اولد ايج، اللي عندهم هيمو كونسنتريشن مثلا زي البي اي اتش، جالهم هيستوري اوف دي بي تي مش كده ولا ايه؟ ده اساسا جالها دي بي تي هيستوري، وبعدين دلوقتي كمان دي حامل، فانا عارفه ان هي هايبر كوجل وهي جالها اساسا دي بي تي من غير ما تكون حامل. في بيكون جالهم على او سي بيز فبطلنا لهم وقلنا لهم ان انتوا توتالي كونترا انديكيتد مثلا. اللي عندهم انتي فوسفوليبيد سيندروم، كل دول ات ريسك فاكتور مور ريسك عن اللو ريسك العادي. دول برده هقول لهم موبيلايزيشن وانكريز الفلويد انتيك، لا لازم دول يبقى عندهم حاجه اكتر زي ما بندي للي عندهم بري اكلامسيا لودوز اسبرين كويس عشان يبقى ده، او كليكسان. يعني في منهم هقول لهم كفايه لودوز اسبرين، وفي منهم هقول لهم لا انتوا محتاجين تاخدوا بروفيلاكتيك ولا ثيرابيوتيك دوز اوف كليكسان. بروفيلاكتيك مش كده ولا ايه؟ اكيد بروفيلاكتيك، امال لما جالها دي بي تي هعدلها ايه؟ هي دي اللي هعدلها ثيرابيوتيك، لكن بروفيلاكتيك اجينست ان هو تديفلوب دي بي تي يبقى بروفيلاكتيك دوز. لكن لو هي جالها دي بي تي دي بقى اللي هقول لها ايموبيلايزيشن وعشان ما تتحولش الامبولس مش كده ولا ايه؟ فانت عندك اللي هو اللو ريسك العاديين كل الستات الحوامل لا اتحركوا واشربوا ميه وكلام من ده، لا دي جالها دي عندها هيمو كونسنتريشن لان هي بي اي اتش او دي اولد ايج او دي مثلا الدري برايمي او مالتي فيتال جيستيشن او اللي هم الحاجات الريسك فاكتورز دي، دول ممكن اديها كمان لودوز اسبرين، ازود على الموبيلايزيشن والفلويد انتيك اديها لودوز اسبرين. طب لا عندها هيستوري اوف دي بي تي، جالها دي بي تي قبل كده او انتي فوسفوليبيد سيندروم، دول اللي محتاجين ادي لهم بروفيلاكتيك دوز اوف لو موليكولر ويت هابرين او كليكسن. بس عشان نبقى متخيلين الفرق بين العينين، مش كلهم زي بعض، مش كل العينين زي بعض، يعني كل الستات الحوامل محتاجين ان هم موبيلايزيشن اند فلويد انتيك، لكن اللي عندهم ريسك فاكتورز، يعني في ناس عندها ريسك فاكتورز، الريسك فاكتورز دول في ريسك فاكتورز اللي هي الاولد ايج المالتي بار مالتي فيتال جيستيشن بري اكلامس الحاجات دي بزود لهم لو دوز اسبرين،
لكن لو جالها هيستوري اوف دي بي تي قبل كده او عندها انتي فوسفوليبيد سيندروم دول كمان بزود لهم لو مولكيولر ويت هابرين بروفيلاكتيك دوز اوف لو مولكيولر ويت هابرين. لو انا هديها لو دوز اسبرين او انا بديها بروفيلاكتيك دوز اوف كليكسان لحد امتى؟ يعني بديه لها فتره ايه؟ لحد 35 اسبوع؟ يعني انا حدلها الكليكسان طول فترة الحمل واوقفه لها 24 ساعة قبل الولادة؟ لا لا يكمل بعد الولادة. اكمل بعد الولادة؟ لا لا اوقفه قبلها باسبوع واسبوعين. ها مين يقول اي فتحة؟ اوقفه قبلها ب 24 ساعة. اوقفه قبلها باسبوع واسبوعين. حد عايز يكمل بعد الولادة؟ مين عايز يكمل بعد الولادة؟ لحد امتى؟ كل البربوري. مش فاكرين احنا اتكلمنا على القصه دي؟ كل البربوري ده البربوري برده هايبر كوب ده هو ده الاساس. ده هي اساسا عندها هايبر كوجولاب ستيت عشان البوست بارتم بليدنج. فهو الاساس انه في البربوري بيبقى عندهم هايبر كوجولاب ستيت برده. بتفضل البلاد تشينجز دي بالترمينيت بعد الاند اوف بربوري، لكن طول فتره البربوري البلاد تشينجز او الهايبر كوجولاب ستيت دي موجوده. فديفينتلي هتكمل معاها لحد الاند اوف بربوري. ده لازم كل اي بروفيلاكتيك. امال قصه ان احنا لازم نوقفه؟ ايوه بتوقفه قبل الولاده ب 24 ساعه وترجع تديهولها في البربوريوم على طول تاني لحد الاند اوف بربوريوم اللي هو ال 40 يوم بعد الولاده خلاص. واللودوز اسبرين بتوقفه اسبوع قبلها كويس وترجع برده ان هي تديهولها بعد كده يعني، او ما تديهولهاش. يعني اللودوز اسبرين فيه قوانين عليه لان هي اوريدي بيبقى عندها بليدنج عشان ما تزودش البليدنج. بس البروفيلاكتيك هابرين او البروفيلاكتيك كليكسان ده بتكمله لازم في فتره البربوريوم لان بيبقى عندهم هايبر كوجلوبستي. ده مهم، ده مهم يا دكاتره، لانه خلي بالكم دول انتوا هتتعاملوا معاهم كجي بيز. الستات دول اللي هي كان عندها مثلا هيمو كونسنتريشن بي اي اتش جالها هيستوري اوف دايابيتس وهي مشيتها على بروفيلاكتيك هابرين او بروفيلاكتيك كليكسان اللي هو لو مولكيولر ويت هابرين، لازم انك انت تكمل معاها تيل ذا اند اوف بربوريوم لان هي دي فعلا الفتره اللي بيبقى عندهم هايبر كوجلوبستي. واضح؟ يبقى احنا بنتكلم على ترامبو امبوليزم وقلنا اه طبعا في ترامبو امبوليزم عرضه اكتر during pregnancy. ليه؟ لان عندهم هايبر كوجلوب ستيت انكريز الكلوتنج فاكتور اللي هو فاكتور 2 فايبرانيشن فاكتور 7 و8 و9 و10 فعشان كده عندهم هايبر كوجلوب ستيت. بلس ان في ناس عندها ريسك فاكتورز غير الهايبر كوجلوب ستيت اللي هي موجوده عند كل الستات اللي هي لو اولد ايج لو مالتي بارا لو مالتي فيتال جيستيشن لو عندها بري اكلامسيا لو عندها هيستوري اوف دي بي تي لو عندها هيستوري اوف انتي او عندها حاليا انتي فوسفوليبيد سيندروم. كل دول مور اند مور ريسك فاكتورز. طب هل كلهم على نفس الكاتيجوري؟ لا. لو هي عندها هيستوري اوف دي بي تي او عندها حاليا انتي فوسفوليبيد، حتى خدنا في الريكيرنت ابورشن اللي عندهم انتي فوسفوليبيد سيندروم كنا بنديهم ايه؟ كليكسان مش كده ولا ايه؟ كنا بنديهم لو مولكيولر ويت هابرين للانتي فوسفوليبيد سيندروم او سيستميك لوبس مش كده؟ مش كنا بنديهم كليكسان او لو مولكيولر ويت هابرين كويس في طول فتره البريجننسي بروفيلاكتيك دوز لحد الاند اوف بربوريوم كنا بنديهم كده. فاهو يعني ليه؟ عشان ما يجيلهاش ابورشن. ليه؟ لان الابورشن بيعمل ترام، بيبقى في بيحصل لها ليه ابورشن عشان الترام بس اللي هي بتقفل البلاد سبلاي بتاع الفيتس فيجيلها ميست ابورشن او يجيلها انتراي ترام فيتر ديث او كده عشان عندهم هايبر كوجلوبال ستيت. ايه ده؟ اسمع رابعه امتحانهم النهارده، انتوا امتحانكم كمان يعني محتاجين نذاكر. طيب ده بالنسبه ليه الريسك فاكتورز او الايتيولوجي. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه الثرومبو امبوليك؟ يعني ممكن يجي لها دي في تي. بقى البيكتشر بقى بتاعه الدي في تي اللي انتوا عارفينها كلكم اخذتوا جراحه اللي هو يبقى عندها راد وهات وتندر وسوالن ليمب وكده مش كده ولا ايه؟ دول اللي هي سسبيشن اوف دي في تي. طب لو يوني لاترال ولا باي لاترال مور سسبيشس فور؟ الاثنين بس بيبقى لو يوني لاترال طبعا هيجي لها ماشي. ممكن يجي لها هي عندها نفس الريسك فاكتور بس نجي لها في الناحيتين دي حاجه غريبه شويه. فهي غالبا بتيجي في ناحيه واحده الكاف ماسلز بتبقى تندر وسوالن وراد كده وممكن يبقى فيه ايديما. لكن لو باي لاترال ده غالبا سيستميك ديزيز، لكن يوني لاترال هي اللي لوكال لانه حصل ثرومبس في الليمب دي او كده. فده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعتنا دي كلينيكال بيكتشر اوف دي في تي. طبعا لو حصل ان الثرومبس دي شي واز نوت دايجنوزد او كده وما راحتش ممكن قوي يحصل ديسلوجمنت للثرومباي وتعمل لنا بالمونري امبوليز. بالمونري امبوليز طبعا طالما الكيدني سوري اللنجز بقت انفولد يبقى على طول هتلاقوا ان في ديسنيا سايانوزس هايبوكسيا، يعني الحاجات دي هتبقى موجوده معاها. يعني لو قال لك ان هي كان عندها ريد سوالن مش عارف ليمب وبعدين شي ديفلوب ديسنيا هايبوكسيا سايانوزس بتاع ده خلاص ده بقى عندها بالمونري امبوليز. اوكي؟
اوكي. فده بس عشان نبقى متخيلين، لانه 15% اولا الدي في تي لو انت ريتد 25% يتحولوا للبالمونر امبوليزم، يعني ربعهم. انتوا متخيلين؟ فده مهم. دي في تي ات شود بي مانج سيريسلي، لان ربعهم يبقى ان مانج هيتحولوا للبالمونر امبوليزم، وبالمونر امبوليزم 15% فيتال، هيموتوا يعني، فاهمين ازاي؟ فايت از سيريس كونديشن. فعشان كده ما ناخدش لايتلي قصه الهايبر كواجولر ستيت دورينج بريجننسي، لا يعني لازم ان هم يتحركوا ويشربوا وكلام من ده. ممكن ازود لو دوز اسبرين، ممكن ان احنا ندي بروفيلاكتيك هابرين او بروفيلاكتيك لو موليكولر ويت هابرين اللي هو الكليكسان كويس، لو هي عندها هيستوري اوف دي في تي او عندها انتي فوسفوليبيد سيندروم حاليا. فده بالنسبه للكلينيكال فيتش. طب لو انت شكيت في دي في تي، يعني هي الست دي عندها دي في تي، بتعمل لها ايه انفستيجيشن؟ دوبلر، بالظبط دوبلر او دوبلكس على اللور لمب الفينز عشان نشوف اذا كان فعلا في ثرومباي ولا لا. على فكره طبعا من ضمن الريسك فاكتورز يبقى عندها باريكوز فينز، لان دي اوريدي في ستيزس عشان باريكوز فين، فبالتالي دي اللي بقى بتديها لودوز اسبرين وتلبسها شراب وتقول لها تتحرك والكلام ده الاستيك ستوكينجز عشان ما يحصل لهاش دي في تي في الباريكوز فينز او الفينز اللي هي فيها ستيز. فده بالنسبه للانفستيجيشن. ايه التريتمنت؟ بروفيلاكتيك طبعا لكل الستات الحوامل، موبيلايزيشن وهايدريشن وكلام من ده. طب لو هي عندها واحد من الريسك فاكتورز اللي هي اكتر من 35 سنه، بي ام اي بتاعها 30 او عالي اكتر من كده، حاجات من دي، ممكن ازود لها لو دوز اسبرين. طب لو هي بتديك هيستوري اوف دي في تي قبل كده، لازم ازود لها كليكسان اي في ولا سبكيتينيوس؟ سبكتينس، لان ده البروفيلاكتيك. الاي في ده اللي هو بيبقى ثيرابيوتيك وبيبقى مور فريكوينت، يعني الكليكسان السبكتينس ده بندي وانس بير داي لان ده بروفيلاكتيك دوز. لكن لو هندي بقى ثيرابيوتيك دوز ده بيبقى اي في ودوز اعلى وبتبقى توايس بير داي، فاحنا بندي لها البروفيلاكتيك دوز لو هي بروفيلاكس. لكن طبعا ما حصل لها بقى يعني دي في تي، اف شي جات دي في تي ديورينج بريجننسي، هقول لها موبيلايزيشن وكلام من ده؟ لا طبعا. موبيلايزيشن دي هتنبولها على طول، مش كده ولا ايه؟ فتبقى ساعتها اموبيلايزيشن، تبقى باد ريست خلاص، واديها انتي كواجولانت بثيرابيوتيك دوز، بثيرابيوتيك دوز عشان يحصل ديسلوجمنت سوري يحصل لها يعني لايسز للثرومبس دي، فبالتالي ما يجيلهاش بالمونري امبوليس. فده بالنسبه للمانجمنت بتاع الثرومبو امبوليك ستيت او الثرومباتيك ديزيز ديورينج بريجننسي. البروفيلاكتيك طبعا فار مور امبورتنت، لكن لو حصل ان هي جالها دي في تي هاو يو ار جوينج تو مانج دي في تي؟ طبعا بتوع الجراحه هو اللي بيمانجه، بس تبقى انت عارف ان ساعتها اول لما يجي لك الدوبلر بتاعها ان هي فيها دي في تي، لا يا مدام خلاص خليكي قاعده بقى في البيت وما تتحركيش وما تقوميش من السرير وبتاع، وان دكتور الجراحه يجي يبتدي يكتب لها الانتي كواجولانت بي ثيرابيوتيك دوز لحد ما يحصل ديسلوجمنت وترجع زي ما هي، ساعتها ان هي تكمل عادي حركه، بس تفضل ماشيه على الدوزز دي طول فتره الحمل وكمان جيرينج بيربولي. طيب امال ايه الرول بتاع الاورال انتي كواجولانت؟ سمعتوا على الاورال انتي كواجولانت؟ زي مين؟ الورفرين. ده بندي جيرينج بريجننسي ولا كونترا انديكيت جيرينج بريجننسي؟ كونترا انديكيت اول ثرو. الفيرست تراماستر كونترا انديكيت لانه تراتوجين، هو معروف ان هو تراتوجين، فممنوع ان انا اديه في الفيرست تراماستر. حتى لو هي كانت ماشيه مثلا على عليه من قبل كده عامله فالف ريبليسمنت وماشيه عليه، جيرينج بريجننسي بحولها بقلبها في الفيرست تراماستر على طول لهابرين او لكليكسان، لان هي ما ينفعش تفضل ماشيه على الورفرين. فيرست تراماستر تراتوجين. طب سكند تراماستر ممكن اديهولها، ممكن اديهولها لانه هو خلاص تراتوجينستي خلصت، لانه اورجانوجينيسيس خلصت، فممكن اديهولها في السكند تراماستر لان هو اورال، فهو يعني الكومبلاينس بتاعتهم دي بتبقى احسن، لانه اورال بدل ما تقعد تشكشك سابيتينيس او اي في يعني كل يوم، فبالتالي طبعا الاكسبتابيليتي والكومبلاينس ليهم ان هم ياخدوا اورال احسن، فده في السكند تراماستر. طب الثيرد تراماستر؟ لا كونترا انديكيتد في الثيرد تراماستر لان هو لونج اكتنج، فممكن يحصل انتراكرينيال هامريج للبيبي وكده، فبالتالي كونترا انديكيتد. فبالتالي احنا عندنا الورفرين كونترا انديكيتد فيرست اند ثيرد تراماستر، لكن ممكن بنديه في السكند تراماستر. ده بس عشان نبقى متخيلين، يعني هابرين وورفرين هابرين خلاص، او كليكسان وورفرين هابرين، لكن ما ينفعش ان انا ادي الورفرين في الفيرست والثيرد تراماستر، انا لازم فيرست وثيرد اديهم هابرين، لكن في السكند هو اللي ممكن ادي وورفرين. طيب او ادي هابرين؟ طبعا او ادي هابرين يعني. فعامه بتلاقي ان احنا بنمشيهم على طول اول ثرو بريجننسي على الهابرين، ليه؟ لحسن ان هي تلخبط يعني تفضل مكمله عليه يعني. فعشان كده ان احنا بنبقى بنفضل ان احنا نمشيها طول الفتره خلاص، ما هي خدت 6 شهور اتشكشكت، ما فرقتش بقى انه كمان في الثلاث شهور اللي في النص تاخد الشكشكه دي.
فده بس عشان نبقى عارفين ايه اللي ممكن ان هو يتعمل وايه اللي عامة احنا بنعمله وليه. يعني ده عشان نبقى متخيلين ان هو it's not contraindicated في السكند ترامستر. لكن لو لقيته حد في السكند ترامستر بياخد هابرين مش وورفرين مش غلط خالص، عادي ممكن ان هي تاخد الهابرين برضو في السكند ترامستر. في سؤال في الترامبو امبوليزم يا دكاترة؟ طيب نيجي بقى حاجه بقى. احنا كل اللي كنا بنتكلم عليهم دول اكتر في السكند والثيرد ترامستر، سكند وثيرد ترامستر. لكن في حاجه وان اوف ذا ميديكال ديزوردرز بيجي لنا سبيسيفيكلي في الفيرست ترامستر، وما بيجيش غير في الفيرست ترامستر، يعني ما بتلاقيهوش في السكند ولا في الثيرد، هو بس في الفيرست ترامستر اللي هو مين؟ الامسس والهايبر امسس جرافيتي، اللي هو نوزيا فوميتنج ديورينج بريجننسي. نوزيا فوميتنج ديورينج بريجننسي ده العادي، يعني ايه ده؟ فيزيولوجيكال. ده كل الستات اللي هو وانس ان هي حملت بيبقى عندها يعني excessive sensation of nausea، وممكن يبقى عندها vomiting during pregnancy بنقول عليه morning sickness لانه اكتر في الصبح، و it's not related to meal، وبيبقى حاجة physiological نتيجة لوجود SCG عالي، لان هو لقوا ان هو في theories for development of nausea vomiting during pregnancy، ومن ضمن هذه theories انه بيبقى عندهم ال SCG العالي فعشان كده بيبقى عندهم nausea and vomiting. مين ستات اكتر يبقى عندهم more nausea and vomiting during pregnancy؟ المالتيفيكال gestations الفيزيكلر مول بالظبط كده، دول بيبقى عندهم لان ال SCG اعلى فبالتالي عرضة اكتر ان هم يجي لهم more nausea and vomiting during pregnancy. طب اللي عندهم نوزيا فامتنج ديورينج بريجننسي دول اللي هو امسس جرافيديرم هقول لهم ايه؟ هو طبعا كلينيكال بيكتشر ان هي هيبقى بتجي لك بهيستوري اوف فوميتنج وسبيشالي مورنينج ومورنينج سيكنس وكده، اعمل لهم ايه؟ رياشورنس. وايه كمان؟ سمول فريكوينت ميلز، يعني اعمل لها رياشورنس ده نورمال ديورينج بريجننسي وده فيزيولوجيكال عشان الاس سي جي. البيك بتاعه هيبقى امتى؟ العاشر، الاسبوع العاشر، لان ده البيك بتاع الاس سي جي ويبتدي تاني يقل لحد 12 اسبوع. بعد 12 اسبوع تقريبا ما بيبقاش موجود لان خلاص الاس سي جي ليفل بيوصل لبلاتو فيري لو ليفل. فده بالنسبه للنوزيا فامتنج اقول لها سمول فريكوينت ميلز، تبعد عن الفات لان الفات الفاتي ميلز ار فيري نوزيتنج، فتبعد عن الحاجات الفات، تاخد كاربس اكتر كربوهيدراتس لان دي اللي هتخليها ما ترجعش. بس لو ما تاخدش ميه على امتي ستومك لان دي برده بتخليها مور اند مور نوزيتنج، تقول لك انا بقوم بس يا دوب اغسل سناني انا نفسي عايزه ارجع. ايوه لان غسيل السنان ده بيبقى فيه ميه بتخش عن امتي ستومك فبالتالي بتخليها ان هي نوزيتنج او ان هي تبقى عايزه تفوميت. فبتريشور وتقول لها سمول فريكوينت ميلز، تبعد عن الكارب تبعد سوري عن الفاتي ميلز، تبعد عن الميه عن امتي ستومك، وتخليها اكتر في الكاربز دلوقتي وكده لحد ما نخلص الفيرست ترامست. ده بالنسبه للامسس جرافيديرم او النوزيا اند فوميتنج جيرين بريس. امال انت اقول عليه هايبر امسس؟ هايبر امسس لو هو بقى سيفير امسس اللي هو افكتنج الجنرال كونديشن بتاعتها، يعني كل حاجه تاكلها ترجع 20 مره في اليوم، يبتدي ان هي يجي لها دي هايدريشن من كتر الفلويد لاس اللي بيحصل، ممكن يجي لها كمان الكترولايت امبالانس عشان الاس سي ال يعني الفومتنج اللي كل شويه بيحصل لها، فبالتالي دي اللي بتبقى هايبر امسس او باثولوجيكال كونديشن. يعني نوزيا فومتنج جيري بريجننس ده فيزيولوجيكال، لكن الباثولوجيكال بقى هو الهايبر امسس جرافيديرم، هو ده اللي بيبقى باثولوجيكال اللي هو اكسسيف نوزيا فومتنج جيري pregnancy that affect the general condition بتاعتها. يعني affecting general condition يعني ممكن يجي لها dehydration، ممكن يجي لها electrolyte disturbance. يعني ده بالنسبه لها ممكن في severe conditions يا دكاتره لما هي بتقعد ترجع كده تلاقي ان هو الاول بيجي الاكل اللي هي كانت وبعد كده اللي هو ال HCL وكده، وبعدين بعد كده يجي bilious secretion بتاعه الليفر، ممكن كده بعد كده يجي لها كمان fecalant discharge من الانتستين. يعني دي ستيجز طبعا متقدمه جدا. ممكن برضو تلاقي ان هو في هيماتامسس حصل عشان رابتشر لكابيلاريز او كده بنقول عليه زي المالوري فايس سيندروم. والدي هايدريشن ده لو افكتنج البرين ممكن يدخلها في انكيفالوباثي، ده في السيفير سيفير سيفير كونديشنز ان هي تخش مننا في حاجه اسمها فيرنكس انكيفالوباثي عشان السيفير دي هايدريشن اللي حصل لها. فدي الكلينيكال بيكتشر اند كومبليكيشن. طب هنعرف يعني هتفرقوا زي ما بين واحده عندها امسس واحده عندها هايبر امسس، هما الاثنين هيجوا لك هتقول لك ايه؟ انا على طول برجع مفيش حاجه بتقعد في في في, في بطني، مش كده ولا ايه؟ هما الاثنين هيقولوا لك كده لان اللي عندها امسس دي متضايقه منه فهي شايفه ان هي على طول بترجع وان هي تعبانه جدا، واللي عندها هايبر امسس هو اكشلي هو ده اللي حاصل. هتفرقوا بين الاثنين دول ازاي؟ اس سي جي بمعنى يعني هو الاس سي جي هيفرق لنا ازاي؟ هيبقى اعلى في الهايبر امسس ازاي؟ هو هل هو بيبقى اعلى ولا هي الريسبونس ليها هو اللي مختلف؟ الريسبونس هو اللي مختلف، لكن هو يعني هي مش لازم تبقى عندها فيزيكلر مول، مش لازم تبقى مالتي فيتال جيستيشن، ممكن تبقى سنجل تيرم بريجننسي واس سي جي زيها زي الثانيه، الاثنين زي بعض الاس سي جي، بس هي الريسبونس تو الاس سي جي ده هو اللي خلى يبقى عندها اكتر. عشان كده بنقول عليه ثيوريز، ما قلناش ان هو ديفينيت ايتيولوجي.
فبالتالي هفرق بينهم ازاي؟ طيب ما هو كم مره دي؟ ما هو الستات ممكن تبالغ مش كده ولا ايه؟ ممكن تبالغ 20 مره. ايوه بالظبط، هي بالانفستيجيشن، هبتدي بالانفستيجيشن هي اللي هتفرق لي. اولا بشوف البلاد بريشر بتاعها كويس، اشوف ساينز اوف دي هايدريشن، سانكن ايز، دراي وودي تانج، الحاجات اللي هي ساينز اوف دي هايدريشن باي اكزامينيشن، وهايبرتنشن كده، دي الحاجات اللي هي بالساينز جنرال ساينز انا بعمل لها اكزامينيشن، بلس ابتدي اعمل لها انفستيجيشن اشوف عندها في السي بي سي هيكون عندها ايه. سي بي سي هو سي بي سي بي انكلود ايه يا دكتوره؟ الهيماتوكريت والهيموجلوبين والليكوسيت كاونت والبليتليت كاونت كده، هلاقي هيمو كونسنتريشن بالظبط كده من كتر الفلويد اللي هي، فهلاقي ممكن عندها هيمو كونسنتريشن ده لو عملتها عملت لها السي بي سي. الليفر انزيمز ممكن تبقى افكتد من السيفير فوميتنج، الالكترولايتس الصوديوم والبوتاسيوم طبعا بنقولها بيحصل الكترايد ديستربنس كويس، فبنعمل لها كمان ساعات كلورايد ان يورين بنلاقي ان هو اكلورهايد او مفيش كلورايد لان هي عماله تلوز الكلورايد ال اتش سي ال ده كويس، فبالتالي مفيش كلورايد بيبقى موجود ان يورين. فدي انفستيجيشنز بنعملها عشان نعرف هاو سيفير ذا كونديشن از، واذا كانت فعلا هي هايبر اميسس افكتنج الجنرال كونديشن اللي هو ايه يعني محتاجه هوسبيتاليزيشن. لكن لو كانت العاديه الاميسس جرافيديرا هنصحها بقى بسمول فريكوينت ميلز وادي لها انتي اماتكس وكده، لكن مش محتاجه ان انا اعمل لها هوسبيتاليزيشن طالما ان هي مش افكتنج الجنرال كونديشن بتاعتها. فبعمل لها انفستيجيشن بلاقي ممكن الليفر انزيمز عاليه، لان الليفر بيبقى افكت، ممكن الاقي الصوديوم والبوتاسيوم ابنورمال ديكريز، يعني صوديوم ديكريز بوتاسيوم ايوه لان هي شي از لوزينج الالكترولايتس دي كويس، ممكن الاقي مفيش كلورايد ان يورين، ممكن الاقي كده. يعني بنعمل انفستيجيشن تو كونفيرم الدايجنوستس ان هو هايبر اميسس افكتنج الجنرال كونديشن اللي هي محتاجه هوسبيتاليزيشن. واضح؟ طيب ايه التريتمنت بتاعنا لو هي اميسس جرافيديرا؟ هي شورنس وانستراكشنز وسمول فريكوينت ميلز دي هتديلها انتي اماتكس. طيب افرض ان هي لا مضايقها شويه، مش لدرجه الجنرال كونديشن افكتد بس مضايقها ان هي عماله ترجع مرتين ثلاثه، ها هتديلها بانهي روت؟ اورال. لا بترجع مش كده ولا ايه؟ ما هو السؤال عشان انا ما كنتش منتظره تقولي لا مش هديلها انتي اماتكس، انا منتظره هديلها انتي اماتكس، بس سؤالي كان هيبقى ايه الروت اللي هدي بيه؟ هل حد يقول لها اورال؟ ما الست بترجع، ها يا اما انجكشن يا اما بي ار في الريكتال خلاص، يعني الريكتال هو غالبا بيبقى سابوزيتريز، الريكتال سابوزيتريز الابزوربشن بيبقى احسن واسرع، وبدل ما تقعد تتشكشك وكده فبالتالي بنديلها فعلا ريكتال سابوزيتريز اللي هو الانتي ام ال اس. اوكي ده بالنسبه لو هي اميسس جرافيديرا. طب لو هي هايبر اميسس جرافيديرا لازم هوسبيتاليزيشن، وبعدين لازم اديلها اي في فلوز وكوركشن اوف الكترولايت، يعني ده لازم، يعني اول ما تدخلها اولا ان بي او، ما هو الان بي او يعني nothing per oral، لان هي كل ما بتاخد بترجع وبتسوق الدنيا عندها وبتورسن الجنرال كونديشن بتاعتها، فلازم تبقى الاول ان بي او لحد ما نكنترول الجنرال كونديشن بتاعتها اللي هي دي هايدريشن والالكترولايت ديستربنس والكلام ده. فالاول بخليها ان بي او، بعلق لها فلويد وبشوف الالكترولايت ديستربنس، اعلق لها مثلا كي سي ال اللي هو بوتاسيوم كلورايد لو هي عندها ديكريز كلورايد، بعلق لها صوديوم كلورايد اللي هو السلاين نورمال سلاين سوليوشن، يعني عشان اضبط الالكترولايت ديستربنس اللي موجود عندها. وبعدين بدي بقى انتي ايماتكس وساعات ستيرويدز، وبندي ساعات ستيرويدز لان هو كلها ثيوريز، من ضمن الثيوريز برضو اللي هو ديكريز ستيرويدز وديكريز فيتامين بي 1، فبندي لها فيتامين بي 1 سبلمنتيشن، بندي لها ستيرويد سبلمنتيشن، حتى في ميكسشر كده اسمه كورتيجين وبي 6 برضو كويس، كورتيجين بي 6 اللي هو كورتيكو ستيرويدز اند بي 6 فيتامين بي 6، ده انجكشن برضو ممكن ان احنا نديه لها. ايه تاني بقى اللي مهم هنا؟ ما احنا قلنا انتي ماتكس بالظبط كده، انتي ما بترجع، فاحنا محتاجه ان انا اديلها انتي ماتكس. يبقى دايما هوسبيتاليزيشن ان بي او كوركشن اوف فلويد والكترولايت ديستربنس واديلها انتي ماتكس. الروت الروت بتاعه الانتي ماتكس اي في بقى، دي اللي ممكن اديلها اي في، ما هي اوريدي هوسبيتاليزد ومتركب لها كانيولا وعمالين على الاقل الحاجات دي كلها، فممكن على المحلول اديلها الانتي ماتكس. كويس خلي بالكم الانتي ماتكس في كاتيجوري بي من الانتي ماتكس وفي كاتيجوري سي. يعني ايه كاتيجوري بي وكاتيجوري سي؟ which is more safe؟ بي طبعا كاتيجوري بي is more safe زي البريبران اللي هو ميتوبروبرامايد وكده، ده كاتيجوري بي. وفي كاتيجوري سي زي الاوندانسيترون اللي هو الزوفران وكده. فيعني بالتالي انا لو الكونديشن كنترولد باني ميديكيشن اوف كاتيجوري بي خلاص انا مش محتاجه ان انا اروح لحاجه فيها كاتيجوري سي خلاص. فيعني ده بس عشان نبقى متخيلين احنا بنديها ايه ميديكيشن. فده بالنسبه للعيانين بتوع الهايبر اميسس جرافيديرا.
كويس النوزيا بامبنج جيرينج بريجننسي دي ريشورنس او بيشنت تريتمنت, لكن الهايبر امسس هي المحتاجه ان بيشنت ان بيشنت ادمشن او هوسبيتاليزيشن مع الكوركشن اوف الفلويد والالكترولايت ديستربنس واديلها اي في انتي اماتكس. افرض ان هي الكونديشن از نوت كنترولد باي الاي في انتي اماتكس وبرده خلاص دي دخلت منك في مالوري فايس وفيرنكس انكفالوباسي والسته ان فانكشن ترمينيشن اوف براكتس. بس انا ما شفتش في طول حياتي في البراكتس بتاعي يمكن بقالي 20 سنه براكتس غير واحده اللي اضطرينا نعمل لها ترمينيشن اوف هيلثي بريجننسي او بهيلثي بريجننسي عشان هايبر امسيفاي. يعني يوزوالي هي شي از ريسبوندينج او شي وي ريسبوند للميجرز دي والكونديشن بتتحسن, لكن لو لقينا الكونديشن برده مش بتتحسن للاسف هنضطر ان احنا نعمل ترمينيشن اوف بريجننسي, لان هو اسمه جرافيديرم يعني اتس ديو تو بريجننسي. لو البريجننسي مش موجود هي مش هيبقى عندها الكونديشن بتاعه الهايبر امسيفاي. لا يعني بتضطر تمشي يعني لو هي كنترولد بالكاتيجوري او ممكن انت كومباين ميديكيشنز خلاص. لو هي بقى مش كنترولد بكل ده وبتدي لها ستيرويدز والكلام ده وكده هو اللي ساعتها بتضطر انك انت تعمل ترمينيشن. اوكي طيب هل في اكلات معينه لان دي كانتوا كجي بيز مهم لو كلمتكم حد من قرايبكم انا عندي سيفير نوزيا او كده ايه الحاجات اللي احنا بننصح بيها؟ لانه ليه البسكوتات وكده لان الكاربس الكاربس ان جنرال زي مثلا نقولها العيش التوست الكلام من ده اوكي كاربس. ايه كمان فندم؟ ليه الموز بوتاسيوم ديس كاربس اند بوتاسيوم يعني الاثنين هو مجمع الاثنين لان هي شي از لوزينج بوتاسيوم خلاص فديس كاربوهيدرات اللي هو الموز مع ان هو كمان فيه بوتاسيوم. فعشان كده اول حاجه بنبتدي ندخلها لها يعني هي دلوقتي ام بي او هوسبيتالايزد وكده خلاص ابتدت الجنرال كونديشن اتحسنت ولقيت اللابس بتاعتها بقت كويسه وكده اعمل ايه؟ مش بروحها على طول انا بوقف بقى ابتدي اوقف المحاليل وابتدي ادخل لها نوع بنوع عشان ما لو دخلت لها اكل عادي تاكله ما هي ممكن ترجع تاني. اول حاجه فعلا بتبتديها ان هي تبتدي تاخد موز تشرب عصير برتقال لان ده اللي بيبقى فيه برده بوتاسيوم خلاص وحاجه بحاجه حاجه بحاجه وان باي وان عشان ما يحصلش ان هي تريتيرن باك الكونديشن بتاعه النوزيا او فامتنج. طالما ابتدت ان هي شي ريزيومد الاورال فيدنج يبقى ساعتها بقدر ان انا اخرجها كويس تبقى اوت بيشنت وممكن اتكمل على انتي ايماتيك بقى سابوزيتوريز او كده. في سؤال يا دكاتره في القصه دي في عندنا حاجه اسمها كوليستيزس ويز بريجننسي. يعني ايه كوليستيزس بريجننسي؟ ده بيحصل during pregnancy لان ان هو for unknown reason ممكن يبقى metabolic disorder ممكن يبقى genetic disorder في ستات during pregnancy بالذات في اخر second او في third trimester بيبتدي يبقى عندهم pruritus في palms and soles مش في trunk. بتلاقي ان هو عندهم بتقول لك انا بهرش كتير قوي ايديا palms and soles وكده. لو جينا نشوف bile acids والbile salts عندهم بنلاقيهم ان هي عاليه قوي. فالbile acids والbile salts هي اللي بتعمل irritation وتعمل لهم قصه pruritus دي ودي بتبقى related للpregnancy ومش معروف السبب ايه. حتى قالوا ممكن تبقى جيناتك ممكن تبقى انبورن ايرور اوف ميتابوليزم بس هي اكتر انها جيناتك. فالمشكله ان هي ممكن تاثر الكونديشن دي او البايل سولتس دي ممكن ان هي تاثر على البيبي ريرلي يعني ممكن انها تاثر على البيبي وتعمل لنا اي جي ار او اي اف دي. فلو هي الست الاول بندي لها حاجات ايمولينس يعني ان هي تحط كلاماين لوشن انتي هيستامينكس حاجات كده او بندي لها حاجه اسمها اورسو ديوكسيكوليك اسيد لان هو كيليتنج ايجنت او بيكومباين للبايل سولتس فبالتالي ما بتبقاش هي تاثر على ولا الام ولا البيبي. فبندي لها اورسو ديوكسيكوليك اسيد لو كونديشن لسه برده مش كنترول وصلت ل 36 اسبوع بنعمل لها ترمينيشن. ازاي ان احنا بن يعني انفستيجيشن بتلاقي ان البايل سولتس عاليه ممكن تلاقيها ان هي جوندس لان هو افكشن اوف الليفر فانكشنز بتاعتها فممكن تلاقي ان الاي اس تي والاي ال تي بتاعهم عاليين بس الدياجنوستيك ان هي البايل سولتس تبقى عاليه بالنسبه لها وبتشتكي من بروراتس. التريتمنت هيبقى اورسو ديوكسيكوليك اسيد اللي هو كيليتنج ايجنت للبايل سولتس. في سؤال في الكوليستيزيس في بريجننسي. اخر ديزيز بالنسبه للقصه دي الاكيوت فاتي ليفر. احنا سمعنا مع بعض هنا في القاعه كلمه اكيوت فاتي ليفر قبل كده اللي هي امتى لما قلنا ايه لما قلنا المورتاليتي او موست سيريس ما كانتش بري اكلامسيا موست سيريس كانت الاكيوت فاتي ليفر او بريجننسي هي الموست سيريس او دي اللي فيتد كونديشن. بس مش بنقول عليها ليه لان الحمد لله اكستريملي رير اكستريملي رير انك انت تشوف اكيوت فاتي ليفر او بريجننسي وده من رحمه ربنا. هو ايه اللي بيحصل في الاكيوت فاتي ليفر؟ بيحصل فاتي انفلتريشن فات انفلتريشن بتوين الليفر سيلز او الهيباتوسايتس فبيخلي الليفر ان ايبل تو بيرفورم اتس فانكشن بس فتو بيرفورم فانكشن ولا بيعمل لك كلوتنج فاكتورز ممكن الست دي تخش منك في دي اي سي وبتلاقي ان هو ليفر انزيمز طبعا عاليه لان هي ليفر از نوت از فيلينج يعني. ف وايه الحاجه الدياجنوستيك انك تقول ان عندها اكيوت فاتي ليفر هايبوجلايسيميا د
دي سيمتومز يعني هايبوغلايسيميا، يعني بنلاقي ان هم كمان عندهم هايبوغلايسيميا، ممكن يبقى عندهم بليدنج تندنسي، ممكن يبقى عندها هايبرتنشن او مور لايب ان هي جالها بري كلامسيا، هيباتورين فيلير يعني جالها هيباتيك فيلير وليفر فيلير. كل دي سيمتومز اند ساينز فور اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي. انفستيجيشن انك انت هتعملها اي اس كيو ال تي هتلاقيهم طبعا عاليين لان الليفر از فيلينج، ممكن تعمل الانفستيجيشن بتاعه الدي اي سي هتلاقي ان هو عندها بليدنج تندنسي وكده. بس ايه حاجه تبقى تكونفيرم ان ده اكيوت فاتي ليفر؟ بايوبسي. للاسف هو بايوبسي. هل تقدر تاخد هذه البايوبسي تاخد ليفر؟ ليه ما تقدرش؟ عشان هي. لان هي اوريدي عندها بليد، فانت لو خدت منها بايوبسي عشان تشوف الفات اللي هو انفلتريتنج بتوين الهيباتوسايتس عشان تكونفيرم ان هي اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي، هتبقى قلقان جدا. ومش بس قلقان، هو فعلا لازم هيحصل لها بليدنج وان كنترول بليدنج، هتكنترول البليدنج ده ازاي؟ فعشان كده مش بنعمله، يعني بنعتمد على ان هو موست لايكلي شي از اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي. اي يعني التريتمنت ايه؟ هو اسمه اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي، اوف بريجننسي لازم ترميش يعني اي سي يو، ويبتدوا على الاي سي يو يبتدوا يكونترول سبورتيف ميجرز لكل الحاجات اللي حصل لها فيلير دي، وترمينيشن اوف بريجننسي وات ايفر ريجستريشن الايج بتاعنا، لان هي الام بتموت وات ايفر بقى، مش ان احنا بنويت فور ما اعرفش ايه. وانس ان انت يو دايجنوز اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي ترمينيشن على طول، يعني طبعا سبورتيف بتخش الاي سي يو تكونترول، هم يكونترولوا بقى سبورتيف ميجرز واحنا نعمل لها ترمينيشن، وايذر اندكشن اوف ابورشن، اندكشن اوف ليبر، ترمينيشن او وات ايفر بقى الروت بتاعنا ايه. وطبعا بيبقى الروت طبعا مأساوي لانه هي شيز بليدنج، انت لو عملتها سيزاريان ربنا معاك بقى الدنيا وبرده لو فاجينال نفس القصه، بس طبعا فاجينال ارحم من سيزار. في سؤال في الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي؟ بقيه الجي اي تي عندنا هيباتايتس بي وهيباتايتس سي. طيب هل فيهم فيرتيكال ترانسميشن؟ يعني ايه فيرتيكال ترانسميشن؟ يعني ثرو البلاسنتا، يعني من البلاسنتا فيرتيكال، من الام للبيبي عن طريق البلاسنتا فيرتيكال ترانسميشن للبيبي. هل ممكن يحصل فيرتيكال ترانسميشن؟ ممكن، رير بس ممكن ان هو يحصل. طيب في الهيباتايتس بي ممكن كمان ديورينج ليبر من السكريشنز، ان هو البيبي يجي له هيباتايتس بي كويس من الفاجينال سكريشن والسيرفايكال سكريشن اللي موجوده. بالنسبه للهيباتايتس سي لو احنا استخدمنا انسترومنتال ديليفري وعملت ابريجن في الجاينت تراكت او كده، برده ممكن البيبي يجي له هيباتايتس سي في البريجننسي. طيب بندي لهم لو هي شي از دايجنوز تو هاف هيباتايتس بي ديورينج بريجننسي او هيباتايتس سي ديورينج بريجننسي، بندي لهم تريتمنت ولا لا؟ التريتمنت اوف هيباتايتس بي از نوت كونترا انديكيتد ديورينج بريجننسي، يعني اديلها تريتمنت اوف هيباتايتس بي ديورينج بريجننسي، لكن التريتمنت بتاع هيباتايتس سي از كونترا انديكيتد لانه تراتوجينيك. فهو في واحد اقدر اديلها تريتمنت، واحد تاني ما اقدرش اديلها تريتمنت. طب هولدهم فاجينال ولا سيزاريان؟ فاجينال، مفيش كونترا انديكيشن انك انت تولدها فاجينال، بس تاخد بالك ان هو ما يحصلش مثلا ابريجن كده عشان تقلل الريسك انها ان البيبي كونتراكت الهيباتايتس سي. طبعا البي ليه امينو جلوبولينز ودي فاكسينيشن، فوانس ان البيبي اتولد انت بتدي له الاكتيف والباسيف ايمينايزيشن مع بعض، بتدي له الامينو جلوبولين هيباتايتس بي امينو جلوبولين اللي هو الباسيف ايمينايزيشن، وبتدي له الهيباتايتس بي فاكسين، وبالتالي يقدر ان هو يبرست فيد عادي، ما هو اوريدي خد الامينو بروفيلاكسس، فهو هيز اميون اجينست لو هو ديدنت اتراكت الهيباتايتس، فبالتالي هيز اميون، فممكن ان هو يكمل رضاعه بريست فيدنج عادي. وبالنسبه برده للهيباتايتس سي بيكمل رضاعه عادي الا لو في كراكت نيبل او كده، لان ده ممكن ان هو ياثر او ان هو ياخد الديزيز من مامته. فده بالنسبه للهيباتايتس سي والهيباتايتس سي. اوكي يعني دي روتس بس يعني اتس رير. طب هل ان احنا طب ما انت السيزاريان برده كله دم يعني فاهم، فتولدها ايه؟ فانت اتس اوكي انك انت يجو فور فاجينال ديليفري، لان الاثنين ريسك ان هو هيتعرض ليه في البلاد بتاع الام، بس طبعا الفاجينال روت اقل من السيزاريان سكشن روت. فعشان كده بنولد عادي فاجينال في الهيباتايتس بي وسي وبريست فيدنج برضو عادي بالنسبه للاثنين، بس تاخد بالك لو هو مثلا هي عندها كراكت نيبل او كده فتستخدم نيبل شيلد وهي بترضع عشان ما يحصلش ان هو البيبي اتراكت الهيباتايتس. طيب في عندنا بقى شويه حاجات صغيره كده اللي هو سيجرز او كونفالجنز ديورينج بريجننسي، ده اكتر بنشوفه في الابسي سواء في تيم مال او جرام مال اللي هو التونيك كلونيك كونفرجن بتاعه الابسي. طب اللي عنده ابسي بيتورسن الكونديشن جينيك بريجننسي ولا بتتحسن جينيك بريجننسي ولا ريمينز ذا سيم؟ يعني الابلابتيك فيتس او الكونفرجنس بتورسن بتورسن في 25% بس بتفضل زي ما هي في 75%، فالاغلبيه بيفضل زي ما هم كويس مش بتورسن، بس في منهم 25% ربعهم ممكن الكونديشن فاينل تورس، مفيش حد بيمبروف، فاحنا يا اما بيفضلوا زي ما هم
يا اما ان هو هتورسن الكونديشن. طب معنى كده ان هو يعني اعمل ايه في الميديكيشن هي بتاخدها؟ هيزودوا الدوز يعني هبطلع. اولا الميديكيشن معظمهم ما كانش كلهم تيراتوجينيك خلاص، فهي بتبقى عارفه ان هو ده تيراتوجينيك وهي بتاخده، بس احنا يعني بيبقى كاتيجوري سي، يعني هو اغلبهم كده هيبقى كاتيجوري سي. طب يعني اديهم لها ولا اوقفهم لها؟ ما ينفعش اوقف، لان هي ديورنج التونيك كلونيك كونتراكشنز دي اللي بتجيلها ده بيحصل ديكريز الاكسجينيشن، فممكن قوي لو ديكريز اكسجينيشن يحصل سنه انترايترامبيتال ده، فما ينفعش ان انا اوقف، لان لازم الام هي تبقى كويسه عشان البيبي يبقى كويس. لو الام مش كويسه وجالها الفيتس كتيره البيبي طبعا هيتاثر، فما ينفعش ان انا اوقف. احنا يو ار وينج البنفيت ريسك ريشيو، لا البنفيت حتى لو هم كاتيجوري سي انها لازم تكمل عادي، بس بنقول لدكتور النيورولوجي اللي هي متابعه معاه يفضل ان هو يبقى سنجل ميديكيشن بدل ما يبقوا مالتيبل، لان بتلاقيهم ممكن ان هم بياخدوا مالتيبل ميديكيشن، لان كل ميديكيشن ليه سايد افكت، فانت لو خليتها تاخد ميديكيشن واحد هيبقى سايد افكت بتاعت ميديكيشن واحد بدل ما يبقى سايد افكت بتاعت تو ميديكيشن او ثري ميديكيشنز او كده. وطبعا الليست دوز تو كنترول الكونديشن عشان تو مينيمايز الهارم اللي على الفيتس. فده بالنسبه للكلمتين بتوع السيجرز ديورينج بريجننسي، ان هي الكونديشن ممكن تريمين زي ما هي او تورسن لكن مش بتيمبروف، بس لازم تاخد الميديكيشنز بتاعتها. يفضل ان هي تبقى سنجل ايجنت وذ ليست بوسيبل دوز، وعشان الميديكيشنز دي تيراتوجينيك بالنسبه للبيبي. ممكن البيبي يجي له طبعا كونجنتال انوميس من الميديكيشن ده تيراتوجينيك، او ممكن ان هو كمان يجي له نيورال تيوب ديفكتس من الابيلابتيك كونديشن اللي عند الام، يعني جينيتيكلي ممكن ان البيبي يبقى عنده نيورال تيوب ديفكتس. يبقى كده محتاج سبلمنتيشن بايه؟ فوليك اسيد. فبنزود الفوليك اسيد، يعني اللي عادي ان احنا بندي لهم فوليك اسيد 400 مايكروجرام او 500، بالنسبه للابيلابتيك بنديهم 800 مايكروجرام، ويفضل 3 شهور بيفور يعني بلاننج فور بريجننسي ان هي بتاخد اكسترا سبلمنتيشن باي فوليك اسيد اللي هو 800 مايكروجرام. في سؤال هنا؟ طيب اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي ثايرويد ديزيز ويز بريجننسي، هايبرثايرويديزم وهايبوثايرويديزم. تفتكروا اللي بنشوفه ديورينج بريجننسي اكتر الهايبر ولا الهايبو، وليه؟ هي طبعا في فيزيولوجيك، فيزيولوجيكال جايتر عادي جدا انه يكبر شويه، تكبر عادي الثايرويد. ليه؟ لان هو بنقول ان هو اندوكراينري بيكبر حجم الحاجات اكتر عشان الفاسكولاريتي بتزيد، واصلا الهرمونز بتزيد. التوتال ولا الفري ولا البايندينج؟ التوتال بيزيد، الفري زي ما هو، والبايندينج هو اللي بيزيد. ما امال التوتال زاد ليه؟ ما عشان البايندينج زاد. البايندينج زاد مش كده؟ امال التوتال جه منين ان هو زاد؟ التوتال زاد عشان البايندينج فورم زادت، وهو ده اساسا ستورج، يعني عشان لو سيت في اي وقت احتاجت حاجه من البايندينج، يعني من الثايروكسين تي 3 او تي 4 بيبقى موجود في البايندينج فورم ده. والبايندينج ده عشان بايندينج تو جلوبولين، عشان في استروجين كتير، فبالتالي بيبقى في بايندينج جلوبولين كتير بقت اتكونت من الليفر، عشان كده بيبقى عندنا البايندينج فورم زادت بتاعه كل الهرمونز، فعشان كده بيبقى التوتال زاد. لكن الاكتيف فورم، الاكتيف فورم زي ما هي، عشان كده ما بيبقاش عندهم هايبرثايرويديزم. فالفيزيولوجيكال ده هيجي لكل الستات عادي، الفيزيولوجيكال وممكن يبقى عندها فيزيولوجيكال جويتر كده، وبعدين بعد الحمل يرجع عادي لحجمه الطبيعي. طب لو بنتكلم على باثولوجيكال، باثولوجيكال هيبقى اكتر ان احنا نشوف هايبر ثايرويديزم ولا هايبو ثايرويديزم، وليه؟ هايبر ليه؟ عشان الهايبو بالظبط كده، عشان الهايبو بيعمل انفيرتيليتي بالظبط كده. الهايبو اكتر بيعمل انوفيليشن وانفيرتيليتي خلاص. الهايبر هي اللي ممكن يعمل لنا ايريجولار بليدنج شويه، بس مش انوفيليشن، مش انوفيليشن. فعشان كده المنطقي، ما الست انوفيلاتري وانفيرتايل يبقى هشوف بتاعه الهايبو دي، فالمنطقي ان انا اشوف الهايبر اكتر ديورينج بريجننسي، لان هم دول اللي بيحصل لهم اوفيليشن هو ممكن يحمله. فالهايبر ثايرويديزم از مور كومن ان انا اشوفها ديورينج بريجننسي عن الهايبر ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم غالبا بيبقى بياخدوا تريتمنت اجانست الانفيرتيليتي واوفيليشن وندكشن اوف اوفيليشن وكلام من ده. طيب هايبر ثايرويديزم اكتر حاجه بنشوفها اللي هو immunological او Graves disease او كده، هي دي اكتر حاجه بنشوفها during pregnancy. بياخدوا treatment ايه؟ propyl thyroxine، ده it's not contraindicated during pregnancy حتى لو في الفيرست trimester، فهو ده الميديكيشن اللي هم بياخدوه during pregnancy. لكن طبعا لو هي radioactive iodine او كلام من ده ما بنديهوش، it's totally contraindicated during pregnancy. ablation برضو contraindicated during pregnancy. لو هي محتاجه انها تاخد medication، لو هي محتاجه انها تاخد سوري لو محتاجه تعمل سيرجري، اتس بيتر تو بي افويدد في البريجننسي، لان في اليمنت اوف فيزيولوجيكال جويتر عشان ما اشيلش اكتر من اللازم، فبيتر تو بي افويدد ديورينج بريجننسي. لكن اللي اكيد كونترا انديكيتد اللي هو راديو اكتيف ايودين، لكن يو كان جيف بروبايل ثايروسيل، اتس نوت كونترا انديكيتد ديورينج بريجننسي. في سؤال هنا؟ اخر حاجه
الهايبوثايرويديزم. هايبوثايرويديزم طبعا هم اساسا بيشتكوا اصلا من انوفيليشن اند انفيرتيليتي، بس anyway لو حصل لهم بريجننسي هم الهايبوثايرويد دول بيبقوا ماشيين على ايه؟ التروكسين. التروكسين فهو اتس نوت كونترا انديكيت ديورينج بريجننسي، هو مش بيباس اساسا البلاسنتال بارير، هو لارج موليكيول بس بنديه ديورينج بريجننسي عادي، مش كونترا انديكيتد، وبالعكس هي لازم تبقى متظبطه وبفولو اب ان هي متظبطه بايه؟ بالTSH كويس، وممكن اعملها طبعا فري T3 وT4، بس هو TSH لانه اول واحد بيتاثر هو الTSH، فانا بفولو اب ان هي متظبطه بالTSH. طبعا ان انا لازم بكنترول على الهايبرثايرويد ستيت عشان ما يبقاش البيبي برده هايبرثايرويد ويبقى عنده نيورولوجيكال ديفيسيت او كرياتينيزم او كده، فانا يعني بفولو اب وبكنترول على الهايبرثايرويد ستيت. في سؤال يا دكاتره في الثايرويد؟ كده خلصنا الميديكال ديس اوردرز. انا بعت اوريدي الامتحان.